طب احنا معانا بقى تليفون، نرجع كده بالنوستالجيا والذكريات الجميله واللعيبه الجميله. كابتن فتحي مبروك نجم الاهلي السابق معانا على التليفون. صباح الفل عليك يا كابتن. صباح الفل، وصباح الفل على الكابتن شطه. انا سامعه كده وبيتكلم بطلاقه وبيتكلم جريء، الولد شطه بيتكلم بجراحه. حبيبي يا فتحي. كابتن فتحي، يعني تاريخ كبير حقيقي حضرتك مع النادي الاهلي، كان عمر حضرتك يمكن 9 سنين وقت ما انضميت للنادي لغايه يعني الفريق الاول، وذكريات عديده. خلينا كده يعني نستمع ونستمتع مع حضرتك وذكرياتك مع كمان كابتن شطه. اتفضل يا كابتن. لا وطبعا يمكن الكابتن شطه حضر اجيال جميله فعلا، وكنت سامعه دلوقتي بيتكلم على الاجيال الجميله والناس اصحاب المهارات العاليه، وكان في ناس اصحاب روح قتاليه عاليه قوي، فنياتهم مش عاليه ولكن كان ليهم اداء وليهم روح وليهم شكل في تيم النادي الاهلي في جيل السبعينات. الكابتن شطه يمكن في مواقف كثيره جدا يمكن برضه اول ما حضر من السودان، لان احنا كنا اخوه، ابتدى يتعامل يعني معانا بمصداقيه، يتعامل بروح حلوه، يتعامل اندمج بسرعه. يعني عمليه اندماج داخل منظومه نادي الاهلي وداخل فريق نادي الاهلي كانت ميزه في الكابتن شطه فعلا، انه اندمج بسرعه، ابتدى دمه خفيف، روحه حلوه، ابتدى يعمل حاجات احنا في الملعب ما كناش متعودين عليها، يعني ما كناش متعودين عليها، الحاجات اللي هي بتبقى ايه فيها عنصر مفاجاه، فيها عنصر لياقه بدنيه عاليه جدا، كل هذه الامور خلتنا نحب الكابتن شطه جيل السبعينات كله. ذكرياتي مع الكابتن شطه يمكن في سفرات كتير جدا، انا يمكن كنا سافرنا مره كنا في اوغندا وكان في حرب اهليه، ويمكن كنا قعدنا حوالي 8 9 لعيبه في غرفه واحده، كنا نايمين على المراكب كده في الارض. ففكرت مع مصطفى عبده كده فكره لازم نعمل حاجه في شطه بقى، يعني نشوف ايه. ما بدهاش نشوف الفتنس بتاعه لسه موجود ولا لا يعني. فبيني وبينك خلناه قال لك انا رايح الدبليو تي، قلت له روح. طفينا الانوار كلها، هو داخل، انا كنت بيني وبينك مستقبله ورا الباب، اول ما داخل كده رحت ماسك كعب رجله، لقيت شفت الفتنس اللي كان بيعمله في الملعب، لقيته طلع للسقف. وطبعا كان ضحك بقى غير متواصل من المجموعه اللي قاعدين في الاوضه الغرفه دي. وجالنا واحد ساعتها يمكن الكابتن شطه يتذكر برشاش، يا جماعه محدش يعمل صوت لان رئيس الحرس او رئيس الجيش نايم في الاوتيل ده، فاتمنى ان انتم تكونوا هاديين يعني. فدي من المواقف الجميله بايض شطه يمكن كان من الناس اللي بتجيد الالتزام داخل الملعب، يعني لما كان مستر هيدوكوتي رحمه الله عليه يقول له العب رقابه لا ثقه مع فاروق جعفر كان يا دوبك عايز يشيل التيشيرت بتاعه يرفعه، ان شطه كان فعلا من اللعيبه الموجودين في الحته دي. شطه لما كان بيجيب جول او احنا بنجيب جول بيعمل حركات اكروباتيه جميله في الملعب ما كناش برضه متعودين عليها. كلام جميل. طب عايزه اروح مع حضرتك برضو، هستغل وجودك كابتن فتحي لبرضو ذكرياتك مع الراحل محمود الجوهري، وحضرتك اشتغلت معاه مساعد فتره برضو، فخلينا نسمع منك. يعني انا اشتغلت طبعا مع الكابتن محمود الجوهري يمكن في بدايه التدريب، يعني انا عندي يمكن حوالي 15 سنه اشتغلت معاه، كان هو مدرب وانا كنت لعيب، وكان دايما في اتحاد الجيش في القبه كنت بروح اتمرن هناك، لانه كان طبعا عقيد في الجيش رحمه الله عليه، وكان دائما الفرقه بتتمرن هناك يعني. فكان في قمه الانضباط والالتزام وشغل الكابتن محمود الجوهري بصراحه. يعني كنت اروح الملعب احس ان احنا داخلين يعني حاجه ايه ده، خيال، حواجز وكونز وكور، تحس ان انت في منظومه جديده. فهو من صغره او من بدايته التدريبيه هو منضبط في الحته دي وبيحب الشغل كويس قوي. كابتن محمود الجوهري يمكن انت عملت معاه كمدرب يمكن سنه 85 في الفريق الاول في النادي الاهلي، وتعاملت معاه ايضا في مرحله طبعا كاس العالم، وتعاملت معاه في مرحله بوركينا فاسو. فالكابتن محمود الجوهري بحقيقه انا تعلمت منه كتير جدا، تعلمت كيفيه التعامل النفسي كده مهم جدا، والكابتن شطر على ماذا مع اللاعبين. يعني النهارده مفيش في مصداقيه، النهارده مش عايز يلعب فتحي هيجي قبلها بيوم، يا فتحي انت مش هتقدر الماتش ده، مش هقدر العبك، عشان العين يبقى فيه ارتياح نفسي، ما يبقاش فيه عنصر مفاجاه. الوحدات التدريبيه بتاعته كانت وحدات مقننه وليها هدف. كل هذه الامور يمكن ساعدت في روح للمنتخب في الفتره اللي احنا تولينا فيها يعني.
كلام جميل. واخر بس حاجه قبل ما نختم، هتنورنا امتى في 10 الصبح في الاهلي يا كابتن فتحي؟ والله انا اني تايم انتوا عايزينه تحت امركم يعني. واحنا ممكن برضو نصور مع حضرتك على فكره في النادي، يعني ممكن ننزل ونصور في النادي ونقضي يوم كمان، ويبقى تقرير جميل. شوف حضرتك اللي يناسبك، واحنا حابين جدا يبقى جزء من النوستالجيا يعني. انا تحت امرك. ده وعد على الهواء، ده وعد على الهواء. انا تحت امركم. زنقوك يا كابتن فتحي، زنقوك. والاسبوع الجاي انا تحت امركم. الامر لله، ده احنا نسعد ونتشرف بوجود حضرتك معانا. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا، وصباح الفل عليك.